تم أمس بمنطقة صناعية معدات السيارات بطنجة أوتوموتيف سيتي التابعة للمنصة الصناعية لطنجة المتوسط، تم افتتاح مركز لوجستي جديد لمؤسسة أميريتس لوجيستيكس فرع المجموعة الإماراتية العالمية شرف. وأشارت إدارة المجموعة إلى أن هذا الموقع الجديد يعزز من مكانة الشركة في المغرب وأفريقيا كواحد من رواد تقديم الخدمات اللوجستية من خلال توفيرها لحلول مكيفة لتلبي متطلبات الزبائن، وذلك بالاعتماد على فرق ذات كفاءة ومرونة وبنى تحتية وتجهيزات عصرية ومتطورة وبيئة عمل آمنة ومسؤولة ونظم تكنولوجية وإجراءات مبتكرة.